حياكم من جديد. تزامنا مع معرض الرياض الدولي للكتاب عام 2017 أقيم في الرياض معرض الوراقين الثالث، وهو ملتقى فكري ثقافي توعوي يهدف لتنمية الوعي بأهمية القراءة. لنتعرف أكثر مشاهدينا عن هذا الملتقى وعن الفعاليات التي صاحبت هذا الملتقى، دعوني أرحب بضيفتي الأستاذة غيداء السلامة رئيسة قسم برامج الفتيات في ملتقى الوراقين. أسعد الله مسائك أستاذة غيداء. مسائك سعيد، أهلا وسهلا. ومسائك أسعد. يعني أستاذة غيداء، قبل ما نتكلم عن هذا الملتقى عن الفعاليات اللي صاحبت هذا الملتقى الرائع، أكيد نبي نعرف المشاهدين ماذا يقصد أو ما معنى كلمة الوراقين. جميل. الوراقين هو حرفة موجودة في الدول الإسلامية في العصر الوسطى، تهتم بال أو هي أساساً الآن مزامنة للطباعة، للنشر، تصحيح النصوص وما إلى ذلك. فهي حرفة طلقت على الرجال اللي يمتهنون الورق، فأطلق عليهم الوراقين. يا سلام. نتحدث، طب عرفينا عن هذا الملتقى اللي فعلا أكثر من رائع، وما هي أهدافه، ومن هم الفئة المستهدفة في هذا الملتقى؟ هو طبعا الفريد من نوعه لحد الآن. هي مبادرة أطلقت من شركة آسيا الوقفية بإشراف الدكتورة أسماء الراشد، قائم عليها فريق شبابي متكامل اللي هو فريق نسائي طبعا. مديرة الملتقى هم ريم الميمان وغيداء البشري، والفريق يعني ما شاء الله متكون من 80 متطوعة. طبعا اهدافنا مثل ما ذكرتي توعويه، اجتماعيه، ثقافيه. نستهدف الى اننا نحبب الناس في القراءه، لكن بوسائل جديده ومحببه لهم. بوسائل مختلفه يعني. بالضبط. طيب ما رايك يعني كيف انت بتلاقي مثلا يعني احتوى ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني احتوى هذا الملتقى على مقهى فكري، صحيح، على لقاءات جماهيريه، جميل، ايضا على يعني مجموعه من الفعاليات للاطفال خاصه في الطفل. كيف لقيت، ما مدى الاقبال على مثل هذا الملتقى وعلى هذه الفعاليات؟ طبعا هو الحمد لله بفضل من الله هذه النسخه الثالثه للملتقى، اقمناه اول مره 2014، وهذه السنة قدمنا قيمة مضافة زي ما ذكرتي، الورش العمل متنوعة، ملتقيات متنوعة، فعاليات متنوعة. حتى كذلك خصصنا للأطفال فريق عمل متخصص في سياسات تربوية ورياض الأطفال، مجرد فقط يصممون برامج للأطفال بحيث أننا نستقطبهم ونعزز فيهم حب القراءة. طبعا ورش العمل حرصنا على أن ننوعها للمتخصصين وللهاوين، كانت على 3 أيام، اللي هي أثر الترجمة وعلى الكتب طبعا، وأثر اللغة على الفكر، وطب الكتابة، كلهم حصرية للملتقى. ورش العمل يعني الحمد لله لاقت رواج كبير الحمد لله، ما شاء الله، بفضل من الله. كذلك المقهى الثقافي والفكري عبارة عن جلسة نقاشية كبيرة حوارية باستضافة شخصيات ملهمة متخصصة، والحمد لله كذلك لاقت الرواج، والملتقيات الجماهيرية ومناقشات الكتب. ما شاء الله. يعني لاحظت يعني حتى مثلا في اليوم الثاني لهذا الملتقى يعني كان هنالك ورشة عمل، أو نقول مثلا في المقهى الفكري تحديدا. أيوة. وطرحت الأستاذة حصة البواردي موضوع عن تأثير اللغة على الفكر. جميل. يعني شدك هذا الموضوع. كيف ايش ممكن مثلا تقولين، لان يعني اليوم الثاني فعلا حظى بحضور واقبال مره فعلاً كبير فعلاً. حتى على العدد. هذا الموضوع تحديدا صحيح، هو الاعداد الحمد لله يعني من اليوم الثاني بدات تتزايد الحمد لله بفضل من الله، والثالث الحمد لله يعني اختموها الى ان وصلنا الحمد لله ترند خلال 3 أيام في تويتر. اثر اللغه على الفكر، تحدثت بشكل مبسط الاستاذه حصه البواردي عن انه كيف الشخص اذا كان كلمه طبعا اللغه هي الوسيلة التعبيرية اللي طرح أفكارك بوسائل ثانية مختلفة، فكل ما كانت لغتك ثرية، محتواها ثري، عندك توسعات في اللغة، كل ما كان تفكيرك أوسع. فمثلا زي كلمة عجوز تحتمل في اللغة العربية 100 معنى، فكل ما كان تفكيرك أنت واسع كانت لغتك أزخم وأوسع، وكذلك العكس. وهذا اللي تناولته. لماذا طرحتي هذه الكلمة بالذات يعني تحديدا؟ لأن فعلا كلمة عجوز لو أقول لك أعطيني من معانيها اللي هو الكبير في السن، الطاعن وما إلى ذلك. أيوة. لكن في المعاجم فعليا لها 100 معنى. فتخيلي لو أن الشخص الآن اللي قارئ في هذا المعجم واستوعب كل 100 معنى، طريقة تفكيره من البديهي أنه راح يتفوق علينا بأشياء معينة، وراح يكون يعني واسع المدارك. فهنا يبالنا أثر اللغة على الفكر. هذا أثر اللغة على الفكر، لأن لفتت نظري من جد أنه مثلا أثر اللغة الأم على الفكر. أيوة. وتحديدا أنه حظي فعلا بإقبال مرة كبير على هذه الندوة أو هذا الموضوع تحديدا. طيب يعني هنالك مثلا الملتقى الوراقين الأول، في الثاني أيضا الثالث، ما هو الجديد هذا العام؟
سؤال جدا ممتاز. احنا نحرص في كل برامجنا اجمالا في شركه الاسيا الوقفيه في ان نقيم قيمه مضافه في كل برنامج احنا نحطه. القيمه المضافه لهذه السنه اللي هو برنامج الاطفال كان متخصص مبني على زي ما ذكرت من طالبات اما خريجات او على سنه التخرج من رياض الاطفال. وكذلك القيمة المضافة الثانية وجود داعمين الحمد لله شركاء جدد يقيمون مسابقات تحفيزية للقراء. والقيمة الثالثة المضافة مثل ما شفنا التنوع في البرامج من ورش عمل من مقهى من مناقشات كتب من لقاءات جماهيرية. اللقاءات الجماهيرية جميلة يعني بس حدثينا عنها أكثر عن اللقاءات الجماهيرية هذه. مثلا هنالك مثلا كان نقاش مثلا بين مثلا اللي هم ساهموا في هذا الملتقى وأيضا الزوار مثلا زوار هذا الملتقى بالضبط. أو الضيوف طبعا استهدفنا في اللقاء الجماهيري الفئة المستهدفة طبعا في الملتقى ككل هم الإناث من 13 سنة فما فوق الأطفال من 6 سنوات إلى 12 سنة. استهدفنا في اللقاء الجماهيري بحيث أننا نستضيف الشخصيات الكبيرة اللي هي من الأمهات وما إلى ذلك. فإحنا عن طريق الأمهات نصل يعني لعقولهم ونأثر فيهم عن طريق اللقاء الجماهيري. راح يكون في تفاعل مع المتحدث والجماهير. طبعا حرصنا قد ما نقدر نستضيف شخصيات مؤثرة ومتخصصة يهمهم جدا التأثير في المجتمع والمجتمع كذلك يهمهم أنهم يتلقون من هذا المتحدث. فكان في تفاعل جدا رهيب وقسنا كذلك أثر الوعي في الجمهور اللي جانا عن طريق الأسئلة اللي طرحت على الشخصيات المستضافة. فاللي تميز في اللقاء الجماهيري إنه ما شاء الله أول يوم كان عبارة عن تقنيات القراءة. تحدثتنا الأستاذة نورة الفليج عن تقنيات القراءة، القراءة السريعة. هذه الورشة الثالثة كانت، هذا اللقاء الجماهيري. أيوه. الأول. اللقاء الجماهيري الثاني كان مع الدكتور عبد الرحمن الشهري. ما شاء الله علاقة رواج يعني جدا كبير. كان مع مجالات القراءة، كيف أن القراءة ليست فقط قراءة معرفة، قراءة روحية، هناك قراءة تخصصية وما إلى ذلك. ختمنا في آخر شيء وكذلك ما شاء الله يعني حتى لدرجة أنه جانا ناس من الخارج من قطر لمجرد أنهم يحضرون هذول الشخصيات. آخر لقاء جماهيري ختمنا فيه مع أستاذ عبد الله الوهيبي اللي هو أثر التواصل شبكات التواصل الاجتماعي على القراءة وكيف أنها أثرت عليه وسلبياتها وإيجابياتها. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني أثر شبكات التواصل الاجتماعي وأثر فعلا السوشيال ميديا، تطور التقنية الحديثة، هل تعتقدي كل هذه التقنيات الحديثة فعلا أثرت على القراءة؟ فعلا أنا أشوف لها جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. طبعا الواضح والبادر لنا الجانب السلبي اللي هو أنها أفقدتنا قدرة التركيز بحيث أن الواحد ما يستطيع أنه يجلس جلسة مطولة وحميمية مع الكتاب ويستمتع فيه بدون ما يشتت إشعارات، بدون ما يشتت بكلم أبشوف واتساب سناب شات وما إلى ذلك. لكن الإيجابيات اللي فعلا أنا أرى لها أثر الآن في السوشيال ميديا، لما أحد في تويتر يكتب أو على الإنستغرام أو سناب شات يصور لنا كتاب مثلا يقول أنا وصلت في الصفحة الفلانية من الكتاب الفلاني، هذا يحمسني أنا كمشاهد حتى لو ما كنت أحب الكتب، يحمسني بحيث أنه والله هو وصل هذا المرحلة. إيش اللي يخليه يتحمس؟ إيش اللي يخليه يسهر الليل؟ إيش يخليه مثلا يضحي في أنه من وقتها ويصور لي هذه الأشياء؟ حضرتك بتتكلمي على الكتاب مثلا، نقول الكتاب الورقي أم الكتاب الإلكتروني؟ بجميع حالاتها طبعا. هناك جدا معارضين، أنا كنت أول يعني البي دي اف ما أقدر أتحمل أقرأ البي دي اف، لكن لما استوعبت أو وصلت مرحلة يعني معرفة أنه أحتاج أن أقرأ الكتاب سواء كان على ورق على بي دي اف ما يهم، انا احتاج المعلومات الموجوده في الكتاب. كذلك يعني من اهداف ملتقى الوراقين احنا ليس فقط هدفنا ان المعرفه هي مصدرها فقط القراءه، المعرفه مصدرها اما قراءه اما كتب اما حوارات اما كتب صوتيه نسمعها اما مصادر تعلميه ذاتيه احنا نبحث عنها. يعني ليس فقط المعرفه حكر على القراءه فقط او القراءه الورقيه تحديدا. هي المعرفة فعلا من خلال أيضا يعني مواقع التواصل الاجتماعي على النت، أي معلومة تبغيها ممكن تدخلي مثلا على جوجل تاخذي أي معلومة أنت تبغيها. ولكن احنا بنتكلم على أهمية القراءة الورقية تحديدا، هذا هو المهم. هذا المهم. يعني باعتقادك أنه فعلا مثلا أنه فعلا أثر بشكل سلبي وجود التقنيات الحديثة على القراءة؟ فعلا. طيب كيف نستطيع أثر صحيح؟ صحيح. إيه؟ كيف نستطيع أن نعود إلى القراءة مرة أخرى، إلى الكتاب مرة أخرى أيضا؟ ممتاز. أولا نبدأ مع الجيل الصغير
طبعا الجيل الكبير يعني راح نرجع له بعد شويتين، لكن الجيل الصغير ضروري ان الجيل الصغير يشوف القدوات من حوله، سواء في بيئة الاهل، بيئة الدراسة وما الى ذلك. فلما يطلع البيبي على الدنيا ويشوف يعني امه وابوه يحرصون على الكتب الورقية، يحرصون على انهم يضحون من وقتهم او على الاقل يستقطعون ويسترخون ويستمتعون وهم يقرؤون، ضروري ربط المتعة مع القراءة والكتب الورقية. راح يستوعب الطفل أهمية هذا الكتاب الورقي. هذا واحد. اثنين، تحديدا إحنا لنا فئة الشباب ضروري يستوعب إنه لا بديل أبدا للورق. يعني في متعة خاصة في إنك تلمس الورق، في إنك تشوف شيء قدامك. يعني الإيمانيات هذه يعني مخصصة لله عز وجل، اللي هو الغيبيات وما إلى ذلك. لكن لما إحنا كبشر ميزتنا لما نشوف شيء قدامنا نؤمن فيه، نصدق فيه. فالكتاب الورقي يعطيك إيمان ودافع أكثر في إنك تؤمن بالمعرفة أو المعلومات اللي موصولة من هذا الكتاب. فضروري نحرص على إن فقط نعود أنفسنا، هي مجرد فكرة عادات، نستغني عن الكتب الإلكترونية ونلجأ للكتب الورقية. ومثل ما تفضلت يعني فعلا هم دائما الأم والأب هم القدوة، بيكونوا لأطفالهم. يعني إذا بنلاحظ بالفترة الأخيرة من جد أثرت يعني التقنيات الحديثة على القراءة، لأن حتى مثلا بيختموا القرآن صاروا على الآيباد، على مثلا هذه نقطة جدا مهمة، بالرغم انه بيأثر بشكل سلبي على النظر ترى الآيباد غير الاستخدام الورقي. هل مثلا تطرقتم الى هذا الموضوع في الملتقى؟ لان ايضا يعني اوكي مثل ما تفضلتي قلتي انه المعرفة ممكن انه ندخل على اي موقع من المواقع التواصل الاجتماعي او جوجل او كذا ناخذ معلومة علشان احنا نعرفها، لكن هل مثلا تطرقتم الى مثلا سلبيات استخدام الأجهزة الحديثة او التقنيات والأجهزة الذكية على مثلا على النظر، على الدماغ، هل تطرقتم الى هذا الموضوع؟ طبعا تطرقنا لها في ورشه عمل مع سادة منال الدغيم، اللي هي كيف يحبها طفلك، خصصناها للامهات او المربيات او اللي اساسا يستهون مجال التربيه وما الى ذلك. خصصناها بحيث انها كيف تغرس حب الاطفال، حب عذرا القراءه مع على الاطفال، ما هي الوسائل، كيف نحبب لهم الفكره. كذلك في اللقاء الجماهيري مع سيد عبد الله الوهيبي اللي هو القراءه تحت ظلال الشبكه، تناول سلبيات السوشيال ميديا على القراءه وتحديدا الكتب الورقيه. فاستاذه منال الدغيم تفضلت اللي كيف يحبها طفلك في غرس حب القراءه عند الاطفال خصوصا القراءه الورقيه، ربطت اهم شيء ان الطفل لا نحرمه من الأجهزة، لا نحرمه من السوشيال ميديا، لا نكره له الكتب الورقية بمجرد أنه والله عشان نعزز لأنه يقعد وقت أطول مع الكتب الورقية. فمثل ما نعطيه حقه من السوشيال ميديا ضروري، أو الآيبادات أو الأجهزة ضروري نعطيه حقه من الكتب الورقية. كذلك في لفتة مرة لطيفة شارك معانا في المعرض اللي هو مكتبة الملك عبد العزيز، يقدمون خدمة جدا رهيبة وممتازة بأسعار حتى رمزية، اشتراكات شهرية، يقدمون قوائم كتب للأطفال مدروسة مخصصة على حسب السن. فهذا يساعد ويحبب الطفل إنه يجي بريد خاص باسمه مغلف بطريقة مرتبة، وله تقريبا 3 كتب كل شهر يقرأ فيها، يمارس نشاطاته، يمارس هواياته. كذلك تناولنا من طبعا احنا ركزنا يعني تركيز كبير على في ملتقى الورقين على الأطفال، في حيث إنه البرنامج المصمم لهم كان في البداية طبعا جدا متنوع. في البداية كان نشاط القصة، بعد ما يقرؤون القصة طبعا ضروري نربط الطفل بالأعمال اليدوية أو الأشياء المحببة، كلها تتمحور حول القصة في نفس الملتقى. في نفس الملتقى. فكان في البداية جدول الطفل هو القصة قراءتها، من ثم نشاط مصاحب للقصة، تطبيق للي اللي قرأ، ومن ثم وقت الفن كذلك إلى حد ما يدور حول القصة، ومن ثم المسرحية، ومن ثم المؤلف الصغير. إحنا سميناهم طبعا طول فترة الملتقى الورقين الصغار، فكانوا يفتخرون بهذا الشيء. وطبقنا كذلك تاج القراءة بحيث ان الطفل يا اما يؤلف او يا اما انه يقرا، ويعني يكرم ونعزز له ونحسسه بالثقه والامان لما يقرا كتاب، ولما يعني الى حد ما ينبسط عليه ويتفاخر عليه. كيف كان مواعيد الملتقى؟ طبعا الفتره حرصنا على انها تكون مناسبه للجماهير، احنا خليناها في الويكند. ليش؟ تزامن مع معرض الكتاب. فمعرض الكتاب لما يكون الاسبوع، طبعا هو كان الاسبوع اللي فات، فالأصدقائنا في المدن المجاورة يسافرون لمعرض الكتاب، فحرصنا أن نخليها في الويكند بحيث أنه يصير متاح للكل. صحيح. هذا أولاً. ثانياً ويكون الفترة المسائية بحيث أن يخلصون الناس أشغالهم، يتفرج بس يعني يتفضلون عندنا، يستمتعون يعني خصوصاً يتلقون المعلومات بأريحية، ما حد وراء دوام، ما حد مشغول. فحرصنا على أنه طبعاً هو دائماً يقام في الويكند من 4 مساءً إلى 9 مساءً. ما شاء الله للأطفال والكبار. يعني هل مثلا هنالك مثلا مجموعة لاستقبال الأطفال؟ أنت عارفة يعني أعمارهم مختلفة. لابد. يعني قصة مثلا لعمر 10 سنوات بتختلف عن قصة لعمره 7. صحيح. لعمره مثلا 13 سنة. صحيح. هل مثلا كان في أحد
مثلا او مجموعه معينه، لان انا اعرف انه ايضا 80 متطوعه متطوعات اشتركوا معكم في هذا الملتقى. صحيح. من كان يستقبل الاطفال؟ كيف كان يتم التنسيق بينهم فعلا ليعود بالفائده على الطفل وحبه للقراءه؟ هو طبعا زي ما ذكرت الفريق ترى متخصص او خريجات او على راس سنه التخرج من كليه رياض الاطفال من جامعه الملك سعود وسياسات تربويه. فالفريق ما شاء الله متخصص وأوردي أساسا يطبقون قبل مرتقى الورقين في مدارس متخصصة، فيحرصون على الطفل حتى أمنيا. إحنا بعد نحرص على الطفل بحيث إنه إذا جاء يعني يسلمنا طبعا أول شيء سوارة، ومن ثم ينحط عليه زي الاستيكر. هذه الإسوارة يعني مشاركته مثلا في هذا المنطقة؟ هذه مشاركته صحيح، بحيث أن نستوعب أن هذا الطفل هو الآن مخصص في قسم الأطفال، بحيث أنه إذا طلع أو لا سمح الله في أي حال من الأحوال والحمد لله ما صارت، إذا طلع الطفل نعرف بالضبط هو أساسا تبع أي تابع مين وتابع مين بالضبط. هذا هو تابع مرحلة معينة يعني الأساور مثلا بتكون مختلفة حسب على الألوان. حسب أيوه على الألوان، حسب مثلا المدرسة مثلا المتلقية المستوعبة بالضبط. أيوة أوكي. اللي تعطي طبعا هم زي ما تفضلتي معلمات يسمونهم، فهي تحرص على مجموعة معينة من الأطفال وتمشي معاهم بالجدول النشاط ما بعد القصة وما إلى ذلك، ندخلهم على شكل مجموعات ونحرص عليهم كلهم ما شاء الله. حتى نقيم لهم وقت مخصص للصلاة وللوجبة ونحرص عليهم كأنهم أطفالنا وحبايبنا، وما شاء الله يعني بسم الله عليهم هم أساسا معطينا جو وروح في الملتقى ككل. طيب منذ متى بتجهزوا لهذا الملتقى؟ هذا أهم سؤال. يعني قبل ثلاث أشهر؟ طبعا الحمد لله لان نسخه الثالثه فاحنا اوريدي عندنا الحمد لله نقاط القوه ونقاط الضعف في التجارب السابقه، فهذا المنطقة جهزنا له من 3 أشهر بفضل من الله. طبعا النجاح كان يعني الحمد لله بعد الله عز وجل الفريق الرهيب، وانا صراحه اوجه لهم تحيه جدا الله. كانوا رهيبين متعاونين متفانين، يعني حتى انه ما شاء الله متحمسين يجون قبل الوقت يجهزون وبكامل الحب وبكامل الاستمتاع، ويعني الحمد لله كان الاثر جدا رهيب على الجمهور عن طريق فريق العمل. يعني عجبتني كلمه انه بتعرفوا مثلا نقاط الضعف ونقاط القوه، يعني دائما مثلا هل كان مثلا نقاط ضعف معينه في الملتقى الورقين الاول؟ نعم اكيد احنا تفاديتوها في الملتقيات الاخرى الطبيعي، وحتى ان شاء الله الرابع راح نتفادى اللي صار في الثالث وهكذا، يعني ضروري ان نسعى للتطوير وللمعرفه. وهنا اساسا مكمن او سرنا في ان يعني نفضل القراءه، لان القراءه اساسا عباره عن ايش؟ نقله، سواء كان نقل صحيح. من جهل الى معرفه، فاذا ما كان ملتقى الورقين عباره عن نقله في كل نسخه من نسخه احنا ما حققنا اساسا أكيد. مفهوم القراءة. دائما الواحد بيضيف جديد بالضبط. طيب نقدر نعرف كذا على الهواء ايش نقاط الضعف اللي كانت في ملتقى الورقين الأول وتفاديتوها في الملتقى الثاني؟ طيب أكيد ما عندنا أسرار نووية. ملتقى الورقين الأول ما كان فيه نسخة للأطفال، إحنا حرصنا عليه ما كان فيه للأطفال. للأطفال طبق من السنة الثانية. كذلك آلية التنظيم كانت إلى حد ما يعني كنا نحرص على أن نوجههم إلى فقط اللقاءات الجماهيرية، فحتى نوعية الفعاليات المقامة ما كانت جدا متنوعة. اللي تفادنا ايضا من ملتقى الورقين الاول حتى كذلك في الثاني اننا سوينا اكثر من فعاليه في وقت واحد، بحيث ان الشخص اللي راح يزورنا ما يمل ابدا، واذا مل عنده اكثر من خيار واكثر من مصدر للمعرفه. رائع ما شاء الله. طيب انتم عارفين يعني صحيح مثلا انه مره مهم انه بعد نوحي الاسر لتعزيز مفهوم او لتعزيز حب القراءه لدى اطفالهم. صحيح. هل مثلا كان هنالك مثلا من ضمن الفعاليات لتوعيه الامهات، هل هو كان مثلا عوائل كان هذا الملتقى؟ لا هو مخصص للنساء والنساء وال يعني هم يجيبوا اطفالهم ويجوا. ايوه يعني هل هنالك مثلا توعيه للامهات امهات الاطفال مثلا لتعزيز حب القراءه علشان اوكي مثلا انتم الله يعطيكم الف عافيه، يعني كان هنالك تنظيم مثلا فعلا حببتوهم في القراءه باساليب جميله، لكن هل ماذا عن الأم بعد ملتقى بعد ما مثلا اختتمتوا هذا الملتقى؟ جميل. المفروض أن الأم تستمر. صحيح صحيح. لفتة جدا جميلة. احنا وزعنا مع كل طفل كتاب اسمه تفاصيل أو إهداءات جوهرة صغيرة، هذا طبعا كان حصري للملتقى، وفي مثل 50 فائدة موجهة للأم طريقة تعزيزية لحب القراءة والتربية وما إلى ذلك، فقدمت مجانا مع كل طفل حتى الأطفال اللي يجون مرة ثانية متحمسين أساسا لهذا الكتاب. هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية أقمنا لهم زي ما قلت لك ورش عمل مقهى فكري ولقاءات جماهيرية. صحيح. حتى كذلك الأم اللي ما تقدر تحضر وفرنا لها اللي هو البث المباشر، حتى كذلك للآباء
يعني ليس الأمر مقتصر على السيدات، موجود البث المباشر حتى مسجل يعني، ورح ينزل إن شاء الله في حساباتنا اللي هو آخر التسجيل. ما شاء الله تبارك الرحمن. فإحنا فئتنا إن شاء الله رح تتوسع، وإن شاء الله منتقى الورقين الرابع رح يكون فيه بإذن الله أجمل وأجمل بإذن الله. وفعلا حتتفادوا الأخطاء مثلا، أو ما نقول الأخطاء، نقول نقاط الضعف بالضبط. مثل ما تفضلتي تتفادوها أكثر إن شاء الله. الله يعطيكم ألف عافية، يعني بصراحة مجهودكم أكثر من روعة. الحمد لله. يعني هذا جيل المستقبل، الجيل اللي فعلا فعلا اللي نعتمد عليه فعلا، وهو فعلا بيصير انه بيتحمل مسؤوليه. والله يعطيكم الف عافيه من جد. المفروض انه نرجع للقراءه مره ثانيه، القراءه الورقيه، والمفروض حنا نبدا، يعني اي ام المفروض هي اللي تبدا فعلا، الام والاب، انه يستخدموا الكتاب، يستخدموا القراءه، سواء مجله جريده، عشان الطفل بعد نفس الشيء لما يشوف دائما الطفل بيقلد الام والاب بهذه المواضيع، لان هم قدوته بالتاكيد. اتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا لك استاذه غداء سلام، اتمنى لكم كل التوفيق في ملتقى الوراقين الرابع باذن الرحمن. باذن الله. الله يرضى عليك، شكرا جزيلا. وننوه بس اخر شيء على ان فريق العمل فعلا ترى هو اساس النجاح بعد الله عز وجل، والفريق ترى مثل ما تفضلتي فريق شبابي، حتى ان الخريجين في من الجامعه يعني تقريبا ما يتجاوزون 7 اشخاص. فالحمد لله فعلا اذا كنا احنا اللبنة الصالحة والجيل الصالح، واحنا من نفسنا قمنا واثرنا وغيرنا، فان شاء الله التاثير والاثر راح يكون موجود. اكيد. يعني احنا امة اخرى بالضبط، المفروض انه نعزز مفهوم حب القراءة لدى اطفالنا فعلا منذ الصغر، وبالتاكيد باذن الرحمن لما نحط يدنا بيد بعض كلنا فعلا، توعية أيضا وسائل الإعلام، حضراتكم مثل تنظيم مثل هذه الملتقيات بالتأكيد حتعود لمصلحة الوطن والمواطن أيضا. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. الله يبارك. شكرا جزيلا. مشاهدينا.